مختبرات الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، الخطر الذي يهدد البشرية. فاجأت وزارة الدفاع الروسية العالم بأنها كشفت عن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا. الأكثر من هذا، فقد أعلنت روسيا القبض على طيور تحمل أمراضاً فيروسية. الأمراض الفيروسية التي تحملها هذه الطيور تم تطويرها في المختبرات الأمريكية في أوكرانيا. كما أشارت روسيا أن الأمريكيين فككوا مختبراتهم على عجل ودمروا كل شيء فيها ليمحوا جريمتهم. لكن هل من الممكن أن يطوروا الأمريكيين أمراض فيروسية كأسلحة بيولوجية؟ الحقيقة أنه من المؤكد أن أمريكا لديها مختبرات لتطوير أسلحة بيولوجية، ولعل أكبر دليل على هذا أن الولايات المتحدة أبرز الممتنعين عن الانضمام لاتفاقية جنيف لتحريم هذه الأسلحة. ووثائق للبنتاغون الأمريكي نفسه كشفت عن أن أمريكا لديها مئات المختبرات البيولوجية حول العالم، وأن بعض هذه المختبرات موجود في عدد كبير من الدول الإفريقية. ووفقا لمصادر متطابقة، فإن علماء أمريكيين يعملون تحت غطاء دبلوماسي في تطوير أسلحة بيولوجية في 25 دولة على مستوى العالم. واتهمت روسيا في مجلس الأمن الأمريكيين بأنهم يجرون تجاربهم في أوكرانيا ومولدوفيا وطاجكستان. وهناك دلائل على أن الولايات المتحدة تحتفظ في أفريقيا بمختبرات لتطوير قذائف بيولوجية، وأن البنتاغون يجرون قذائف الأسلحة البيولوجية بشكل تكتيكي ويرسل نتائج التجارب في هذه الدول لواشنطن. لكن ما هي الأسلحة البيولوجية هذه التي تستطيع تغيير وجه العالم؟ الأسلحة البيولوجية تشمل الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات. وتعتبر الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية من ضمن أسلحة الدمار الشامل. وتشمل هذه الأسلحة أيضا السموم الجرثومية الحيوانية والنباتية. كما تشمل الأسلحة البيولوجية المركبات الكيماوية التي تدمر المزروعات والثمار. وتسبب القذائف البيولوجية إصابات بالطاعون الرئوي والجمرة الخبيثة وأمراض خطيرة. حتى أن مصادر روسية اتهمت الولايات المتحدة بأنها المسؤولة حتى عن مرض حمى كيو، وأن حمى كيو ظهرت نتيجة تجربة بعض مخرجات المختبرات الأمريكية في دولة أسيوية. وبخلاف التجارب الأولية، يتم استخدام الطائرات والسفن والقنابل والمدافع والصواريخ لإطلاق قذائف بيولوجية. وقد تكون الأسلحة البيولوجية هي البديل الأقل كلفة للأسلحة النووية، ولكن تأثيرها يشمل فقط الإنسان والكائنات الحية ولا يدمر المباني ولا المنشآت.